أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين. حسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض
ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد صلى الله عليه وسلم حاضر إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك
فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم سبحانه وتعالى له الحكم
له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لعبرة. إن السماء بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله يرضى عليك ويرضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى أنا رسمي يتصرف يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى حاضر وأما من خاف مقام عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يا سيدي على رأسي على رأسي يا سيدي يتقبل الله منهم إن شاء الله. يسألونك عن الساعة أيان مرسى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك يا سيدي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد. النهارده شايف انت العالم كله. هو اكبر كان معانا غير برضه المختاره مش هنخش تبهدلها منفوحه ببرج السيدنا النبي. كبر الله منك يا سيدي. مولانا اجابه كده واعي يا رب. لقد خلقنا الانسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. الله انت عايز يا بنت ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلو اقتحم العقبة وما
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة لا أول مرة
مرة العطس أول 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 مرة والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة